مايكل جوردن بيغير تاريخ نايكي تماما. سنة 1984 كانت حصة كونفرس الكوتشيهات كرة السلة 54% وأديداس كانت 29%، إنما نايكي كانت 17%، يعني كانت أقل منافس، يعني كانت في الدرجة الثالثة. في اجتماع مجلس الإدارة بتاع نايكي عشان يختاروا لعيبة كرة سلة عشان يتعاقدوا معاهم، كان من ضمن الأسامي المقترحة مايكل جوردن. كان قاعد في وسط الاجتماع سوني فاكارو، ده مكتشف لعيبة كرة السلة لشركة نايكي. سوني فاكارو كان متابع جوردن من فترة وكان متأكد إن جوردن هينقل نايكي نقلة تانية تماما، ولكن مجلس الإدارة بتاع شركة نايكي كان رافض التعاقد مع جوردن لأن بالنسبة لهم كان مكلف جدا، هياخد الميزانية كلها 250,000 دولار، بالإضافة إن شركة أديداس وشركة كونفرس كانوا عايزين يتعاقدوا معاه، وده كان تنافس صعب جدا بالنسبة له، ولكن سوني فاكارو كان مصر إنه يتعاقد مع جوردن بس. المهم سوني فاكارو كلم مدير أعمال جوردن، ولكن مدير أعمال جوردن اتريق عليه وقال له إزاي لعيب من الطراز الأول يلبس كوتش من الطراز التاني؟ كنتوا متخيلين نايكي من الطراز الثالث. المهم قال له مايكل جوردن قال انه مش هيتعاقد مع شركة نايكي حتى لو جابوا له العربية اللي نفسه فيها، المرسيدس الاس ال 380 الحمراء. ولكن فاكارو ما كانش مدير اعمال جوردن هو عقبته الوحيدة، وكانت عقبته الثانية كان فيل نايت مارد احذية نايكي، لانه مش متخيل انه يتعاقد ب 250 الف دولار مع لعيب واحد. ولكن فاكارو اقنعه، وفعلا فاكارو وصل لأهل جوردن وحدد معاهم ميعاد عشان يعرض العقد بتاع نايكي لجوردن. في الوقت ده كان في اجتماع مع شركة أديداس واجتماع مع كونفرس واجتماع مع شركة نايكي، وفعلا جوردن ووالدته راحوا الاجتماع بتاع أديداس وراحوا الاجتماع بتاع كونفرس وراحوا الاجتماع بتاع نايكي. شركة أديداس وشركة كونفرس حست ان هما بيعاملوا ابنها فعلا ان هو لعيب محترف، ولكن في اجتماع شركة نايكي فاكارو وصل لوالد جوردن وجوردن ان نايكي مش عايزه تتعاقد مع جوردن عشان تساعده، بالعكس ده نايكي محتاجه جوردن هو اللي يتعاقد معاها عشان يساعد نايكي، وقال لها ان ابنك هيبقى اعظم لاعب في تاريخ كره السله. بعد الاجتماعات الثلاثه جوردن ووالدته اقتنعوا بنايكي لحد ما ووافقوا فعلا على عرضهم بس بثلاث شروط. الشرط الاولاني قيمه العقد بتاعه 250,000 دولار. الشرط الثاني ان الكوتش يبقى باسم عائله جوردن، وفعلا ده حصل وتسمى بإير جوردن. والشرط الثالث وده كان اهمهم ان جوردن ياخد نسبه ارباح مدى الحياه من مبيعات إير جوردن. فاكارو طبعا كان خايف جدا من الطلبات اللي كانوا طالبينها، وكان متاكد ان فيل نايت مش هيوافق. فيل نايت وافق على طلباتهم وقال له جاست دو ات، ده السلوجان بتاع نايكي. السلوجان ده متاخد من واحد كان هيتعدم، فسالوه اخر حاجه عايز تقولها ايه، فقال لهم جاست دو ات. انت متخيل يعني؟ المهم فيل نايت وافق على شروط جوردن ووالدته، ولكن كان حاسس بتانيب الضمير لانه فتح على الشركات فتحه ملهاش خلاص نهايه، لان كل لعيبه بعد كده هتطلب طلبات غير طبيعيه، وده فعلا اللي حصل لما ميسي رفض التعاقد مع فريق سعودي وراح يتعاقد مع فريق امريكي، لانهم عرضوا عليه ان هم هيدوا له نادي باسمه وارباح من شركه ابل وارباح من شركه اديداس، وتاني هيدوا له البلد كلها، فعشان كده وقف. المهم بعد تعاقد جوردن مع نايكي، نايكي باعت 162 مليون كوتشي لماركه اير جوردن في السنه، وده بيعادل 4 مليار دولار سنويا. في سنة 2003 نايكي اشترت كونفرس، يعني نايكي بقت في حتة تانية خالص. استنوني بحلقة جديدة او فيديو جديد او فكرة جديدة. سلام.